تحية رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس الذي يخص قانون الأندية الرياضية 18 لعام 1986 المعدل بقانون رقم 37 لعام 1988 الذي ينتظره الجميع لقراءته الثالثة والتصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي. المحور وقضايا أخرى قانونية متعلقة بالأمر سنطرحها من خلال فقرات البرنامج لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. جمهورنا الرياضي، هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. محليا، حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية الخميس المقبل موعدا لإقامة قرعة منافسات الموسم الكروي الجديد، على أن تكون البداية مع قرعة الدوري الممتاز تعقبها قرعة بطولتي الكأس والدرجة الأولى. عربيا، بلغ النصر السعودي الدورة ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بكرة القدم بفوزه على مواطنه التعاون بهدف المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي جاء في شوط المباراة الثاني. عالميا، وضمن المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، انتصر حامل اللقب ريال مدريد بصعوبة بالغة على مضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف لهدفين. في لقاء آخر، سجل لويس سواريز ثنائية لفريقه الجديد أتلتيكو مدريد أسهم فيها بالفوز بستة أهداف لهدف على غرناطة. فيما ضرب برشلونة بقوة في مباراته الرسمية الأولى مع مدربه الهولندي رونالد كومان فسحق ضيفه فياريال برباعية نظيفة. وفي الدوري الإيطالي ولحساب المرحلة الثانية، قاد رونالدو فريقه يوفنتوس لتجنب الهزيمة من روما متحديا الظروف الصعبة التي مر بها حامل اللقب خلال هذه المواجهة المثيرة لتنتهي بالتعادل بهدفين لكل منهما. وضمن المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، سجل المهاجم إيكاردي ثنائية ليقود سان جيرمان إلى فوز ثالث تواليا على رانس بهدفين للا شيء. لا يزال قانون الأندية ساري المفعول رغم مرور 34 عاما عليه، إذ يعتبر بعيد كل البعد عن واقع الحال، لا سيما بعد تزايد التقاطعات ما بين الجهات التي تمول وترعى رياضة العراق. لنرى الأندية تارة تابعة إلى وزارة الشباب والرياضة وتارة أخرى إلى اللجنة الأولمبية. وحول هذا المشهد المتقلب، يرى الجميع أن الفصل ما بين الجهتين سيكون عبر القانون الجديد الذي تترقبه بشغف الرياضة العراقية. تفاصيل أكثر في القراءة التالية، نتابع. 34 عاما مرت تعاقبت خلالها أجيال كثيرة، لكن قانون الأندية لا زال ساري المفعول رغم ترهله وبؤسه الذي لا يتلائم مع واقع الحال، لتزداد التقاطعات والمماحكات ما بين الجهات التي تمول وترعى رياضة العراق وتتصدر المشهد الرياضي. لنرى الأندية تارة تحتضن من قبل وزارة الشباب والرياضة وتارة أخرى تتغير وجهتها إلى اللجنة الأولمبية. العيون ترنو صوب مجلس النواب العراقي الذي قرأ قانون الأندية الجديد مرتين بعد أن كتبته لجنة ترأسها مستشار رئيس الوزراء إياد بنيان، قبل أن تضع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بعض الملاحظات عليه على أمل أن يرى النور ليقفز بالرياضة إلى مستوى يوازي التطور الذي تشهده بعض الدول الخليجية،
لا سيما في مسألة تحويل الأندية إلى شركات، حيث أن القانون سينتشل أندية المحافظات من خلال فقرة الاستثمار التي ستعظم مواردها. صراع أزلي يشهده الجميع نشب ما بين الأولمبية العراقية من جهة ووزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى حول تبعية الأندية، فالأولى تمسكت برأيها الذي ترمي من ورائه ضم جميع الأندية تحت لوائها وإقامة انتخاباتها لتتكفل بمصيرها، فيما أعدت الوزارة نفسها بمثابة الأم والحضن الدافئ لتلك الأندية إبان المرحلة التي أعقبت العام 2003 حتى الآن، ليكون هذا الانقسام أو الحرب غير المعلنة ما بين الطرفين أحد أسباب الفتور والأزمات المتلاحقة التي ضربت رياضة العراق في الآونة الأخيرة. مراقبون للشأن الرياضي العراقي أكدوا أن جميع الانتخابات الخاصة بالأندية قد أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة، فرب سائل يتساءل ما هو دور اللجنة الأولمبية بهذا الأمر، ولماذا تحاول إقحام نفسها بموضوع بعيد كل البعد عنها، ناهيك عن ملكية الأندية ومقراتها وملاعبها وقاعاتها التي لم تتبع للجنة الأولمبية، بل إنها ملك للحكومة العراقية التي هي من أشرف على بنائها ودفع أموالا طائلة حتى رأت النور، في الوقت الذي لم تدفع الأولمبية بتعاقب دوراتها السابقة والحالية أي مبلغ لتضع يدها على ملكية الأندية. ليرى الجميع أن الفصل ما بين الجهتين سيكون عبر القانون الجديد الذي تترقبه الرياضة العراقية بشغف ليقول كلمته بهذا الاتجاه. سنبقى مع قانون الأندية ومع مضمون محور حلقتنا لهذا اليوم، والذي سنسلط الضوء من خلاله على قانون الأندية الرياضية 18 لعام 1986 المعدل بقانون رقم 37 لعام 1988. وللحديث عن محتوى هذا الأمر سينضم معنا عبر الهاتف من بغداد المشاور القانوني الأستاذ علي فاضل البديري، فأهلا وسهلا بك في صدى الرياضة. حياك الله يا أستاذ فاضل، أحييك بداية وأحيي قناتكم الغراء ومشاهديكم الأصدقاء، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا بك. في البداية الجميع يعلم بالاجتماع الذي عقدته مؤخرا لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي مع ممثلي الأندية الرياضية لمناقشة قانون الأندية، بحسب معلوماتك ماذا تمخض عن هذا الاجتماع وإلى ماذا يرمي المجتمعون إزائه؟ نعم سال بلال، طبعا الأخوة في اللجنة الرياضية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب طبعا عدت بتعديل قانون جديد لقانون الأندية الرياضية على غرار قانون اللي نافذ رقم 37 لسنة 88، وتعرف جنابك أنه طرق تعديل القوانين هي أما بالإضافة، أي إضافة مواد أو تعطيل إلغاء مواد، يعني يعطلون مواد موجودة في القوانين السابقة. اللي صار يعني كلجنة اللي عدت مسودة القانون واللي هو مقري قراءة ثانية في أدراج في مجلس النواب، تم إضافة 13 مادة على قانون الأندية النافذ، لأنه القانون الأندية النافذ كان يتكون من 23 مادة، وبالتالي تم إضافة 13 مادة، وأصبح القانون يعني الجديد اللي هو المسودة مالته القراءة الثانية المقري يتكون من 39 مادة. طبعا من أهم هذه المواد اللي درجت في المسودة
أنه تم إضافة النادي الخاص، وهذا النادي هو أعطى صلاحية للشركات الأهلية بتشكيل الأندية. هاي طبعا في المادة الثانية، في المادة الثانية الفقرة 2 أنه النادي الحكومي والنادي الخاص والنادي الأهلي. سابقا بالقانون الأندية النافذ أنه أكو نوعين من الأندية، نادي أهلي ونادي حكومي. طبعا هذه نص المادة هذا تعارض مع مادة مضافة لاحقا، وهي أنه أعطت الامتياز للأندية بأن تعفى الشركات الراعية للأندية من الرسوم والضرائب بقدر المال الذي تقدمه للنادي. بمعنى أنه الشركة اليوم أنت تتعاقد وشركة رعاية ترعى لك النادي، تقدم 100 مليون، هاي 100 مليون الشركة باستيرادها وتصديراتها راح تعفى بقدر المبلغ الذي قدمته للنادي. هذا كامتياز، وهاي كنقطة جوهرية مهمة أنه يعني اللجنة مشكورة أنه من برجت هذه المادة، لأنه كمصدر قوة، يعني كمنطلق قوة للأندية تقدر من خلالها أنه يعني تعظم مواردها وتقدم أعمالها. لكن طيب، هذه المادة تعارض ويا من؟ ويا المادة اللي هو النادي الخاص. هو أنت أعطيت لشركات أنه تأسس أندية، بعد ماكو شركة تروح للأندية وترعاها، يعني قلت أنا أسس نادي. طيب أستاذ علي، هل لك أن توضح لنا يعني النصوص والمواد التي عدلت على قانون رقم 18 لسنة 86؟ هل لك أن تضعنا بالصورة من المواد التي من الضروري تعديلها يعني وفقا لمتطلبات الحياة؟ نعم، طبعا هو من ضمن المواد التي عدلت يعني بمسودة القانون، لأنه إحنا نقول مسودة لأنه بعد ما يعني ما مشرح في مجلس النواب، تعرف شلون أستاذ بلال؟ نعم. فهو استمر قراءة ثانية للمناقشة، طبعا انقرأ قراءة ثانية للمناقشة، تعرف القراءة الثالثة هي للتصويت. نعم. ف يعني بعد ما من الممكن أنه يتم إضافة مادة، لأن هو مسودة وراح يفوتون عليها. المادة اللي أضافت واللي عدلت أنه سابقا كان أنه من شروط العضوية في ذي الهيئة الإدارية للأندية أن يكون الشخص حاملا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. الآن عدلت في هذا القانون هي شهادة أولية، يعني بكالوريوس أو ما يعادلها. نعم. فيعني ارتفع سقف المؤهلات، يعني سابقا كان إعدادية يصير أنه بإمكان أنه يترشح، الآن صار شنو؟ بكالوريوس، لازم إلا بكالوريوس. نعم. لكن أنطى استثناء من هذه القاعدة، من هذا الشرط، أنه الرياضيين الذين خدموا يعني الرياضة العراقية ولديهم خدمة رياضية لا تقل عن 5 سنوات. هذا كاستثناء، عضو واحد أنه استثناء من شرط الشهادة. وبالمناسبة بقانون 18 لسنة 86 المعدل بقانون رقم 37 لسنة 88. هسه هذا القانون هو يتكون من 23 مادة، 18 وال 37. طيب. تعرف من عدل كم مادة ألغى؟ ألغى 3 فقرات نفس القانون، لكن ألغى من المادة الثامنة 3 فقرات من القانون القديم، وصدر قانون جديد. فقلت لك التعديل يا اما يكون بالاضافه او الالغاء، فهو قانون نفسه موجود 18 ومستنسخ، لكن مشيول منه 3 فقرات اللي هي تخص انه للهيئه العامه يعني عقد الجلسه اذا ما استقبل النصاب انه بجوله ثانيه وبمده لا تقل عن 15 يوم. تعرف شلون جنامك؟ نعم. يعني بس ذني الامور التنظيميه شالها. نعم. اللي هو نفس القانون. طيب. تغير رقمه وتغير السنة مالته. أستاذ علي، أنت تعلم والجميع يعلم هنالك نزاع واضح ما بين الوزارة والأولمبية حول ملكية الأندية. من وجهة نظر قانونية، من هو المالك الشرعي للأندية؟ نعم، احنا اليوم نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. القوانين واضحة وصريحة يا أستاذ، يا أستاذ بلال. قانون أنت المركز القانوني للأندية والمؤسسات الرياضية هي شنو؟ هي مؤسسات ذات نفع عام، وبالتالي هذه الصفة ما تطلق إلا على الشخصية المعنوية العامة. طيب. الشخصية المعنوية العامة وفق القانون لها 9 حقوق، من ضمنها أنه هذه المؤسسات تتمتع بامتيازات السلطة العامة. شنو هي امتيازات السلطة العامة؟
بمعنى أنه عقود التي تبرمها مع اللاعبين مع المدربين مع العام عقود إدارية، وبالتالي تخضع لرقابة القضاء الإداري. أعمالها تعتبر تصرفات إدارية، ثلاثة أموالها تعتبر أموال عامة، تعرف شلون جنابك؟ أربعة موظفينها والعاملين يعتبر موظفين عمومين. إذن هذه المؤسسات تحت رقابة ووصاية الدولة، تحت رقابة ووصاية الدولة. لكن أنت اليوم عندك مساحة من الاستقلالية للغرض التي خصت من أجله، بمعنى أنت قانون أندية الرياضيات طاك الاستقلال، قال لك نادي هو شخصية الفقرة الثانية من المادة الأولى، وشخصية معنوية، شخصية معنوية واستقلال مالي وإدارة وقانوني. شنو هذا الاستقلال؟ الاستقلال أنه أمورك التنظيمية الداخلية، لكن بشرطها وشروطها لا تخالف النظام العام، بمعنى أنه أنت شنو؟ أنه أنت هاي المؤسسات تخضع للرقابة الإدارية للسلطة المركزية في الدولة. من السلطة المركزية عندنا؟ اللي هو مجلس الوزراء. من المتمثل في الحكومة؟ مجلس الوزراء. اللجنة الأولمبية سيد الكريم لجنة واحدة مختصة بشأنها الداخلي وخاصة إلى عملها الأولمبي ولها ميثاقها الأولمبي، تشتغل على أساسه. إدارة الشباب مسؤولة عن اللجنة الأولمبية. طيب أستاذ علي، القانون الذي ينتظر الجميع يتضمن تحويل الأندية إلى شركات على أمل أن يعني يقفز بالرياضة العراقية إلى ما وصلت إليه رياضة الخليج، كيف توضح لنا هذه الجزئية؟ نعم طبعا، هو سيد الكريم طبعا الاستثمار لابد أن يكون في الأندية الرياضية، وبالتالي يعني احنا ما من الممكن انه نحول الانديه الرياضيه الى شركات، يعني لا، يعني هذا التعبير وهذا التوصيف هو بنوع من شلون اقول لك، يعني اخذ مكان او اخذ حيز على حساب الرياضيين. لكن بالامكان انه تدرج انت هاي الشركات راعيه حال الانديه العالميه. حتى انت جنابك اليوم نادي برشلونه، شركه راعيه له، وشوف عد الريز مالته فلاي قطر، الطيران القطري، عندك الريال الفلاي امارات، تعرف شلون؟ فهذه شركات راعيه تدعم هذه الانديه، باعتبار انه لهذه الانديه علامه تجاريه ثابته ولها تسويق اعلامي ولها قاعده جماهيريه، وهي محتاجه الانديه للتسويق. يعني انا بدل انا صاحب شركه، بدل ما اروح اعلن واعلانات واحجز قنوات، انا ادعم لي نادي وعنده قاعده جماهيريه، وبالتالي هذا نادي على مستوى عالمي، يعني ينافس على الكؤوس الاسيويه والعالميه وغيرها. طيب الاستثمار بهذا الخصوص انا اشوفه هو يعني راح يضلل وياخذ حيز عن الرياضيين وياخذ مكانه، لان راح تضبط المساحه والباب لكل شخص انه يفتح لنادي، يعني ما تكون راح هناك ضابطه، لازم الاولويه والافضليه لاصحاب الشان الرياضي ولا ضير، لان القانون السابق طاك مساحه للاستثمار. الماده 18 من القانون تقول انه من عوائد النادي، ماليه النادي تتكون من الهبات الاشتراكات المنح وشنو واي موارد اخرى، وانضاف عليها بالقانون الجديد مسوده الجديد فقرتين، انه استثمار الاموال المنقوله وغير منقوله لدى الانديه. يعني انا اليوم عندي ارض بدي استثمرها وانا استفاد من عوائدها، تعرف شلون ساد؟ على جانب حقوق البث والتلفزيوني وغيرها، هاي ايضا من باب الاستثمار، ايضا درجه مسوده القانون. هاي كلها يعني دعائم لتقويم عمل النادي ورفع من المستوى المادي والاقتصادي في سبيل انه يحقق انجازاته. شكرا لك استاذ علي على تواجدك معنا في صدى الرياضه، وكما وعدناك سابقا بان تكون معنا ضيفا دائما طالما تحدثنا وتعلمنا على كل أبعاد وكل ما يخص قانون الرياضة العراقية. بالتأكيد نشكرك مرة أخرى. شكرا جزيلا أستاذ، حياكم الله. ممنون. مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف من بغداد المشاور القانوني الأستاذ علي فاضل البديري، شكرا جزيلا له.
مشاهدينا، من بين الفقرات الرئيسة في صدر الرياضة فقرة أين أنت؟ اليوم سنتوقف ونسلط الضوء على مسيرة مختصرة وسريعة لأحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، انضم إلى المنتخب الوطني عام 1987 بعد كأس العالم في المكسيك، وكان متواجدا مع منتخب الشباب في بطولة آسيا، وقد توج فيها منتخبنا بلقب البطولة عام 1988، وشارك في بطولة كأس العرب التي أقيمت بالأردن، وحصل العراق على المركز الأول. على صعيد الأندية أيضا لهذا اللاعب مثل أندية الشباب والشرطة خير تمثيل، وبعد اعتزاله عمل مدربا مساعدا لعدد من الأندية العراقية. جمهورنا الرياضي، تواجدنا مع الكابتن الخلوق هيثم متعب وسألناه بعد الترحيب به أين أنت الآن، فضلا عن أسئلة أخرى سنتابعها معا في الوقفة التالية. نتابع. حاليا عندي اكاديميه خاصه منطقه، عندي تقريبا 30 لاعب، انا والكابتن ابو هلال، ان شاء الله نعد جيل لاعبين للانديه نسوقهم، ان شاء الله يطلع بهم اكثر من لاعب. انت تعرف هذا الوضع احنا البي صعب دخول للرياضه، خاصه الانسان غير متملق غير مجامل، فصعب يدخل يعني، وايد في لاعبين يعني امثالي ما قدروا يدخلون، وكل ما صارت علاقات وعصابات والى اخره، فصعب. اتجهت الاكاديمي، ولا انا طموحي اكثر يعني. لا والله مع الاسف، خاص بالذات نادي الشرق بالذات، واغلب الجمهور يقول لي انت منعزل، انت متروح، انت شوف وجهك يعني شلون بالله واقف اقبال النادي واتوسل. واصلا اكو برابطه الشرطه زمن اياد بنيان، هواي راحوا قالوا له المفيد عازم خدم النادي، ما شفت اجوا اصلا نزموا الشرطه سواء مساعدين او بالاداره، اصلا مو لاعبين الشرطه، اصلا ما خدموا النادي، بس هي مصالح مثل ما قلت لك، طارق قوي تقدر تدخل، طارق مو قوي، طارق مو قوي الصراحه. يا الله، بس انا كحق نادي الشرطه حقي عليهم، انا المفروض هسه بالاداره او بالهيئه الاداريه او بالتدريب، حتى لو مساعد ثاني مساعد ثالث، ما احتب على اداره الشرطه اصلا، لان اداره الشرطه جزء اصلا قسم مشايخهم او ما عاصروني، بس احتب على جمهور الشرطه بس، انا ما احتب لا على جمهور الزوراء ولا على جمهور الجويه، احتب بس على جمهور الشرطه. اجوا لاعبين اصلا ما خدموا النادي ولزموا النادي بالتدريب او بالاداره، وانا خدمت النادي فعتبي على جمهور الشرطه فقط. وبهذا وصلنا واياكم الى ختام فقرات البرنامج لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم مع فقرات وأحداث وأخبار رياضية جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة صدر رياضة، أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.